أخي المزارع لرعاية الفاكهة المتساقطة خلال شهر ديسمبر. الري مرة كل 10 إلى 15 يوم بمعدل 10 لتر لكل شجرة. رش كاسرات السكون سيناميد الهيدروجين للتفاح وأصناف الخوخ المبكرة بمعدل 1.5% مع الزيت المعدني الشتوي 2%. تحضير مغلي الجير والكبريت واستخدامه في رش أشجار الكمثرى. التوقف عن الري من منتصف الشهر في حالة الزراعة في خنادق.